أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الدليل على أنه لا يجوز زواج المسلمة من أهل الكتاب؟ لأننا سمعنا من يفتي بجواز ذلك ويقول ليس هناك دليل على المنع. الحمد لله أن علماء المسلمين قديما وحديثا ضد هذا القول وأنكروه، ولم يقل به إلا جاهل ليس عنده علم، ليس عنده علم، معروف لأنه ما عنده علم، وأن دراسته في فرنسا معروف هذا، والناس يتوقعون الشر منه. نعم.